عارف حضرتك انت بيبقى كل وقت بيعدي في المباراة بيبقى عندك عمال تفكر في اللي جاي، والنتيجة لما بتيجي في صالحك بتفكر في اللي جاي برضو، النتيجة لما بتبقى ضد بتلاقي تفكيرك بيتشل وبترجع اكنك ما عملتش اي حاجة. المباراة دي او شكل المباراة دي انا عشتها اكتر من مرة قبل كده، بس المرات اللي قبل كده كان بيبقى في بعد كده ضربات ترجيحية، فكانت الامور بتختلف شوية. حتى كأس العالم 90 انا كنت موجود في المدرج، انا كنت مصاب مع المنتخب وكنت في المانيا، ورجعت اليوم اللي قبل المباراه على طول. ده المباراه اللي كانت بتاعت الجزائر؟ بتاعت الجزائر. ورجعت جيت صممت ان انا اروح الاستاد حتى بالجبس وكده والكلام دوت واحضر المباراه. عارف حضرتك طموح، يعني انا حطيت نفسي في مكان محمد صلاح لما دخل فينا الهدف بتاع الكونغو. محمد صلاح عمل حاجه لا اراديه. عارف لما تحس ان انت بتنهار مره واحده؟ انما الحاجه اللي انا باكد عليها وعايز اوصلها للمسؤولين في البلد ان الجمهور طاقه يعني غير عاديه، طاقه كبيره جدا. الطاقه دي هي اللي عملت 73. التواجد والايحاءات الداخليه اللي بين الناس وبعضها في المدرجات هي اللي بتدي الحافز للعيبه اللي موجوده في الملعب. لازم مش لازم نغفل الجزئية دي، حتى إذا كنت عايز عندنا حتى منتخب الفترة اللي جاية أو يبقى في لعيبة تانية تضمها للمنتخب لازم يبقى في جمهور. الجمهور ده عامل شيء مهم، أنت بتاخد الجايزة بتاعتك في نفس الوقت، فبالتالي بتحس إن أنت عايز. اللحظة الأخيرة دي اكتملت ما بين حماسه وما بين الجمهور. بالظبط. أنا عايز بس أوصل كل لاعب إن أنا بديله مكافأة فورية، فبالتالي انا هحس ان انا خدت حاجه فهجيد اكتر وهعمل حاجه اكتر. بالزبط. ده اللي لازم الدوله تفكر فيه. احنا فرحنا خلاص امبارح والنهارده فرحنا، انما لازم نفكر في الايجابيات اللي اتطورنا ان شاء الله.